افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المؤتمر الدولي التاسع الذي تنظمه جامعة تلمينيا تحت عنوان الدراسات البينية في العلوم الإسلامية والعربية في ضوء التسارع التكنولوجي والمصرفي. وخلال المؤتمر أكد وزير الأوقاف أن اللغة العربية ضرورية لفهم نصوص الكتاب والسنة. نتابع. مؤتمر تاسع لجامعة المنيا يأتي تحت عنوان الدراسات البينية في العلوم الإسلامية والعربية في ضوء التسارع التكنولوجي والمعرفي. افتتحه وزير الأوقاف ليؤكد خلال المؤتمر أن اللغة العربية ضرورية لفهم النص الشرعي للقرآن والسنة. فهم الدين يتوقف على فهم القرآن والسنة، وفهم القرآن والسنة يتوقف على إتقان العربية والإلمام بالعربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم إنهم أيضا يتناول في ضوء التسارع التكنولوجي، وأكدنا أن محو الأمية الآن لا يقف عند محو أمية القراءة والكتابة، وإنما عند محو الأمية اللغوية، سواء كانت في اللغة العربية أو في اللغات الأجنبية. نحتاج إلى تعلم اللغة العربية، نحتاج إلى التعامل مع وسائل التواصل التكنولوجي العصرية. مؤتمر جاء في حضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وطلاب جامعة المنيا، ليصبح بمثابة رسالة مفادها أن الحرية الدينية مكفولة للجميع ومواجهة الإرهاب إحياء للنفس. الهدف الأساسي من المؤتمرات أن نصل من خلال الدراسات المطروحة إلى توصيات قابلة للتفعيل على أرض الواقع. لعل وعسى من بين هذه التوصيات نجد الترياق لسموم الأفكار الواردة علينا في بعض المجتمعاتنا العربية. فعاليات من شأنها الارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي لجميع المقيمين في محافظة المنيا، كلها بتؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطن المنياوي، وإحنا كلنا بنعمل من أجل خلق فرص عمل لأبناء محافظة المنيا لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء المحافظة. عظمة اللغة العربية وعمقها البلاغي يظهر جليا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، ما يدعو إلى ضرورة دراستها والتعمق فيها لكل من أراد العمل بمجال الدعوة. من جامعة المنيا وليد هيكل، التلفزيون.